يا حلوين، اشتقتولي. مين ذكركم هلا؟ مش ضلع هلا صارت تاهو تطلع عليكم من قلب المستشفى. حبيت نقولكم انه توحشكم بزاف. انيس اشتقتلي ولا مش اشتقتلي؟ اكيد اشتقت لتحكي مع حدا بالجزائر. اوكي سو انا قريب رح نرتاح ورح نرجع نحكي معك بتزيل. نسيم عك تاكل ولا لا؟ لابيتي تاعي راحت، لازم ترجع لي باش نولي ناكل. عباس وصلني انك كل دقيقة بتقول اشتقت لك يا ساهو. وصلني كل شيء، لا تخبي علي شيء. ايهاب رني على بالي بلي راك متوحش ليضربك. وانا راح نضربك. حنان حنونة على بالي بلي انتي توحشتيني بزاف. وعلي علي اشتاق لي كتير، بعرف هيدا الشيء. كل شيء عم يكتبوا لي ويبعثوا لي انه الفانز تبعي هون انه فلان مشتاق لك فلانه مشتاقت لك. دينا خلي سبونج بوب معك، اشتقت لك كثير. شانتال بلا سؤالي ان شاء الله تكوني بخير يا رب، وخلي هالو كيتي معك. ما بين عم يهتم فيكي انيس ولا لا؟ مع اني وصيته عليه. مروان ما راح اسال عشان مروان كثير كثير مشتاقت لك ومشتاقة لسألتك. مين كمان؟ رفيال بنات يا بنات كثير مشتاقت لك يا رفيال. هايدي ام الاكاديميه بحبك كثير واشتقت لك كثير 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 كثير. كلكم بلا استثناء مشتاقت لكم كثير 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 كثير. و نوميني لهالاسبوع هني علي اللي اشتاق لي كثير، حنان، ايهاب وانيس. سوري ما فيني اضحك. وان شاء الله تزوروني في اقرب وقت، وكل يوم اني نسال عنكم ويوصلني سلامكم للكل.